نستأنف معكم اليوم مع انطلاقة الفترة المسائية من انطلاقات أشواط سن الحجايج بأول أيام هذا المهرجان التراثي الكبير، مهرجان ختام المرموم. أعلنت قبل قليل انطلاقة شوطنا الثاني عشر بالفترة المسائية، شوط خصص للجعدان الحجايج، جائزة سيارة للفائز بالمركز الأول. أذهب مباشرة للصدارة، أجد الذي تقدم الأسماء. ننوه لجميع الأخوة الفائزين بأشواط رموز هذا المساء بأن التتويج سيكون إن شاء الله بنهاية أشواط سباق هذه الليلة. أذهب مباشرة للبداية الذي تقدم المسار وانطلق بأولى هذه المجموعة المشاركة. مهيض سالم بن سعيد بن محسن الفلاحي هو من يقدم هيض على المستوى الأول والبداية. ناخذ المركز الثاني، المركز الثاني مشكور عبد الله بن مر بن سعيد بن حلوة الكتبيبة، لكن الدخول يأتي في هذه اللحظة من مبشر علي بن بطي بن محمد الغفلي. يقدم مبشر الذي ينطلق بدوره إلى المستوى الثاني، بينما المركز الثالث مستشار أحمد بن سالم بوظفيره العامري يقدم مستشار الذي ينطلق إلى المستوى الثاني الثالث في هذه اللحظة، بينما المركز الرابع، المركز الرابع شعار بن هدوب العمري يتواجد على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، أيضا يتواجد شعار بن دري المنصوري مقدما هذه الأسماء القوية المشاركة بهذه الفترة المسائية. ناخذ المركز السابع الذي يتقدم في هذه اللحظات شاهين مانع بن أحمد بن مانع العامر، يقدم شاهين في المركز السابع، بينما المركز الثامن غاير حمد بن محمد بن حمد بن يطبع العامري. والمركز الثامن أيضا الوجود من مغباش عوض بن محمد بن محسن اليامي. والمركز التاسع يتواجد أيضا هذا الاسم وهو نجد هادف بن محمد بن بطي المنصوري. والمركز العاشر ونختتم به الندام دوخ سعيد بن محمد بن حفيظ المري. هذه النتيجة للعشر الأسماء الأولى المنطلقة بمسار وتحديات شوطنا الثاني عشر. أعود إلى البداية مع اللي غير شاهين مانع من أحمد بن مانع العامر من غير مجريات الأمور. المركز الثاني مشغل أحمود بن هدوب سعيد العمري، ولكن الدخول بدأ يتدخل ويتقدم ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. هذا هو نجد هادف بن محمد بن بطي المنصوري يتقدم إلى المستوى الثاني، موقع مميز للمنافسة بالأمتار الأخيرة. 1200 متر الأخيرة هي المسافة الفاصلة عن نهاية رحلة هذا المسار. المركز الثالث غاير حمد بن محمد بن حمد العامري بن يطبع يقدم غاير على المركز الثالث، مشغل حمود بن هدوب العمري يقدم مشغل على المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظة المرتجز سهيل بن محمد بن ذويب العامري يقدم المرتجز. أيضا هذه الأسماء القديرة المميزة المرشحة لكسب هذه النقطة الذهبية من هذه الفترة المسائية. أعود إلى الرباعية الجميلة بمنافسة مستمرة لانتزاع سيارة هذا الشوط من أشواط الفترة المسائية. أعود إلى البداية مع الذي تقدم نجد هادف بن محمد بن بطي المنصوري يقدم نجد، ولكن بن يطبع من الجانب الآخر مقدما غاير حمد بن محمد بن حمد بن يطبع العامري المرتجز مع بن بوته يتقدم في هذه اللحظات الخطيرة المثيرة. سهيل بن محمد بالذويب العامري مع المرتجز، المرتجز وهناك من الجانب الآخر يتواجد بن يطبع مع غاير، ولكن المرتجز وصل مشغل، وصل مشغل حمود بن هدوب العمري، ولكن المرتجز سهيل بن محمد بن ذويب العامري مع الأمتار الأخيرة. الأمتار الأخيرة هي المسافة الفاصلة عن نهاية هذا الشوط، ولكن بن هدوب مع مشغل حمود بن هدوب بن سعيد العمري باللحظات الأخيرة، ولكن المرتجز سهيل بن محمد بن ذويب العامري مقدم اسم المرتجز يكسب نقطة هذا الشوط. لكن مشغل، مشغل، مشغل وغاير، مشغل وغاير الأمتار الأخيرة. المرتجز، المرتجز سهيل بن محمد بالذويب العمري حمود بن هدوب بن سعيد العمري، ولكن خلاص مع بالذويب نقطة هذا الشوط والسيارة. تهانينا والناموس لسهيل بن محمد بالذويب العمري بمناسبة فوز المرتجز بسيارة شوطنا الثاني عشر، بينما الذي أتى ثانيا المشغل حمود بن هدوب بن سعيد العمري. المركز الثالث، المركز الثالث غاير حمد بن محمد بن حمد بن يطبع العامري. والمركز الرابع
المركز الرابع كان الوصول من نجد هادف بن محمد بن بطي المنصوري، المركز الخامس زيد محفوظ بن خميس بن علي لينيبي. هذه نتيجة هذا الشوط، هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية والدخول الثلاثي المميز، ولكن المرتجز هو من حسم نهاية هذا الشوط مهديا مالكه سهيل بن محمد بن ذويب العامري نقطة هذا الشوط، والسيارة قطعنا المسافة بخمس دقائق 52 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكه سهيل بن محمد بن ذويب العامري، بينما المركز الثاني مشغل لحمود بن هدوب سعيد العمري قاطع المسافة خمس دقائق 52 ثانية خمس أجزاء من الثانية، بينما الذي أتى في المركز الثالث غاير حمد بن محمد بن حمد بن يطبع العامري قاطع عن المسافة بخمس دقائق 52 ثانية أيضا بنفس الأجزاء خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.